اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نغوص شويه في الجانب الفني اللي بيتعلق بمباراه مصر والسنغال، وكيف تواجه مصر المنتخب السنغالي في هذه المباراه صعبه جدا جدا جدا. علشان كده خليني سريعا عبر سكايب استضيف الصديق العزيز والمحلل المميز، محلل الاداء المميز، الاستاذ محمود شاكر. يا حوده منورنا ومشرفنا. مساء الفل عليك يا امير، ومساء الفل على جميع مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل حته. وسعيد دايما ان انا ببقى موجود معاك، واحد من افضل الاعلاميين الصاعدين في مصر بصراحه. حبيبي حبيبي، وسعيد ان انا اكون موجود اكيد على قناه النادي الاهلي. تسلم لي يا حوده، انت منورنا ومبسوطين جدا بتواجدك معانا، وعايزين نستفاد بقى من تواجدك بالحديث عن مباراه مصر والسنغال. في الاول كده يا حوده، انت متفائل ولا شايف الامور صعبه؟ والله يا امير انا متفائل وشايف ان هي ماشيه، وان شاء الله باذن الله تفضل ماشيه، والسيناريو ان شاء الله بتاع مباراه العوده هيبقى في صالحنا باذن الله، ونقدر ان احنا ان شاء الله نتاهل. خساره منتخب مصر ما لعبش في كاس العالم، خساره محمد صلاح، خصوصا ان دلوقتي في وقت زي ده يعني محمد صلاح نقول ده اخر كاس عالم ليه، وهو في التوب فورم بتاعه كاس عالم كمان 4 سنين، هيكون وصل ل 33 سنه. فانا اتمنى طبعا كلنا نشوف محمد صلاح في المونديال، وكلنا بنبقى فرحانين نشوف مصر في كاس العالم يعني. أكيد إن شاء الله بإذن الله، وكل دعوات المصريين لمنتخبنا الوطني. لكن من خلال رؤيتك وجهة نظرك يا محمود، هل تتوقع أي مفاجآت لمستر كارلوس كيروش في مباراة العودة، أو كمان ممكن تقول لنا الشكل الأنسب اللي ممكن يلعب بيه هذه المباراة؟ خلينا الأول يا أمير نقول إن ناس كتيرة جدا قللت من مباراة الذهاب اللي إحنا كسبنا فيها 1-0، وفي ناس كتيرة، الناس كانت مقسومة نصين، نص كان بيقول إن منتخب مصر أدى أداء وحش، والنص التاني بيقول إن ده كان كويس. ولكن خلينا الأول نتكلم نقول إن إحنا بنلعب أقوى منتخب في قارة أفريقيا، مش السنة دي بس ولكن لمدة سنتين أو ثلاثة على الأقل. منتخب ما اتغلبش غير 3 ماتشات بس من ساعة كأس العالم 2018، بقالهم 4 سنين ما اتغلبوش غير 3 ماتشات، ماتشين بتوع الجزائر في كأس أفريقيا هنا في مصر، والماتش بتاع الاكوادور مباراه وديه. هم اكتر فريق عامل كلين شيت، هو اكبر فريق عنده لعيبه بتلعب في التوب ليفل في اوروبا. فلا انا شايف بصراحه ان منتخب مصر عمل افضل حاجه من حيث الامكانيات الفرديه والامكانيات المهاريه بتاعه منتخب مصر. وزي ما انت برضو يا امير قبل الفاصل كنت بتتكلم ان كارلوس كيروش مسك منتخب مصر في اوقات مش افضل اوقات، ومسك في نص نقدر نقول نص المعمعه بتاعه منتخب مصر، ولكن بالعكس اليو سي سي مسك منتخب السنغال وتدرج معاهم من مراحل الناشئين لغايه لما وصل للفريق الاول. فانا يعني ان شاء الله باذن الله متفائل، ولكن المباراه مش هتكون سهله خالص طبعا. خلينا الاول نتكلم نقول ان منتخب مصر لما بيجي يلعب بيتقسم الموضوع لمصر وهي معاها الكوره، ومصر هي معهاش الكوره. شفنا منتخب مصر في المباراه الاولى بمباراه الذهاب، وما اعتقدش يا امير انت كنت سالتني بتقول لي هل منتخب مصر غير، ما اعتقدش ان كارلوس كروس هيغير خالص طريقته ولا هيغير التكتيك بتاعه، ولكن ممكن تكون ادوار متغيره شويه. هيلعب لو بلوك اكيد اكيد، هيقفل الملعب، هيحاول ان هو اول تلت ساعه ان هو ما يدخلش فيه اجوان، وده السيناريوهات اللي هنتكلم عليها لاحقا. ولكن خليني اقول لك ان منتخب مصر وهو معاه الكوره بيلعب 4-3-3 صريحه، او ساعات بتتحول ل 4-1-2-3، وبتتغير الادوار ما بين عمرو السوليه وما بين حمدي فتحي بالنزول مع قلبين الدفاع عشان يقدر يطلع بالكره من تحت علشان الضغط اللي بيعمله الثلاثي الهجومي بتاع السنغال. ولكن مصر بتتحول طريقتها ل 4-4-2 لما ما تكونش معاها الكره، بتعمل ستريتش حوالين الملعب، تريزيجيه بيتحول الى زي ما هو وينج رايت، وفي النص عمرو السوليه وحمدي فتحي، وعلى الشمال بيكون محمد النني، وبيبقى الاثنين اللي بيضغطوا على 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 دريسا جاي وعلى مندي هم محمد صلاح ومصطفى محمد. فبالتالي الكوره بتروح لكوليبالي، وهنا هي المشكله اللي لازم كروش يلاقي لها حل. دلوقتي لما منتخب السنغال بيتضغط او بيتضغط عليه في نص الملعب، وبيكون مصطفى محمد ومحمد صلاح بيضغطوا على الاثنين ديفندرات عشان ما يطلعوش بالكوره، المشكله بتكون ان كوليبالي وديالو، مع ان ديالو اتصاب ومش هيلعب، وانا شايف ان دي ممكن تكون ثغره بالنسبه لنا، والمساك اللي نزل مكانه ابو سيسي مش افضل حاجه، بطيء جدا في الترنات، ولكن هو في الكوره عالي كويس جدا، مصطفى محمد ما قدرش ياخد منه ولا كوره. فالمشكله بتكون دايما في كوليبالي. كوليبالي يا امير انت لو بتتفرج عليه في نابولي بتتفرج عليه في السنغال، هو دايما هو الحل بتاع السنغال، والحل بتاع بتروح بالكره من تحت لما حد بيضغط على السنغال. فلازم نشوف حل للموضوع ده، لان هو مميز جدا في الكرات العاليه، مميز جدا في اللونج باس. فهو لازم يكون في سيناريو من كروش ازاي الضغط على كوليبالي ان هو ما يلعبش براحته. كروش اعتقد ان هو هيلعب لو بلوك،
هيلعب زي ما هو 4-3-3، ولكن اعتقد ان مش هيكون فيه الادوار الهجوميه اللي كانت موجوده لمنتخب مصر، خصوصا محمد النني وخصوصا عمرو السوليه في اول تلت ساعه من المباراه. بالعكس، انا هشوف ان اول تلت ساعه من المباراه هيحصل العكس تماما. مصر هتحاول تقفل، مصر هتحاول ان هي تطلع اول ربع او تلت ساعه من غير دخول اهداف. ويا امير فعلا هو ده يكون السيناريو الافضل لمنتخب مصر، وهو عدم استقبال اي هدف في الشوط الاولاني، خصوصا اول ربع ساعه او تلت ساعه. وانا ان شاء الله باذن الله لو منتخب مصر قدر يعدي الشوط الاول بدون دخول مرمى اي اهداف، السنغال هتفتح اكتر. السنغال الباكات اصلا بتاعت السنغال على طول بتزيد، الموضوع هيبقى فيه مساحات اكتر. واحنا زي ما قلنا قبل كده، احنا في حقبه من الزمن مصر هي كونتر اتاكينج تيم، مصر هو فريق بيعتمد اكتر على السرعات وبيعتمد اكتر على الترانزيشنز والتحولات في استغلال واحد من احسن لعيبه في العالم محمد صلاح. فاعتقد ان كيروش قاعد مستني ان السنغال تفتح اكتر وتطمع اكتر ان هي تحرز هدف التعادل الاولاني، وان شاء الله ده مش هيتم. وهي دي ان شاء الله اللي اعتقد الطريقه اللي ممكن كيروش يقدر يلدغ بيها جون كده من خطا دفاعي او من كوره محمد صلاح، كوره فرديه او عنتريه، يقدر يعدي بيها ويجيب جون. وان شاء الله تمنياتنا المنتخب ان شاء الله باذن الله بالتوفيق، مهم جدا في المباراه دي يا امير. طيب محمود، ما هو برضو موضوع ان احنا نقفل ونلعب بشكل دفاعي، هو ده متوقع، بس اسلوب عن اسلوب بيفرق. يعني مهم قوي ان يكون الاسلوب الدفاعي بالنسبه لنا مش عشوائي، يكون منظم ومبني على استراتيجيه معينه نطلع بيها بالكره لقدام عشان نقدر نحاول نعمل اي كونتر اتاك او نحاول نخطف اي جون يخلص المهمه بنسبه كبيره جدا. مظبوط؟ مظبوط كده. بص يا امير، اي فريق كوره في العالم عنده سرعات، علشان تقدر ان انت تحكم السرعات دي او ان انت تقدر تقيد السرعات دي ما بتعملش غير حاجه واحده بس. انا لعيب عنده سرعات، لعيب عنده التيمبو العالي، لعيب عنده اندفاعات زي مثلا ساديو ماني وزي اسماعيل صار، فانا اكتر حاجه ممكن اعملها عشان اقلل الكلام ده كله ان انا اضيق المساحات، ان انا اخلق المساحات، ان اللعيبه كلها تبقى جنب بعض، اللعيبه كلها تبقى عامله ثلاثيات في كل جنب من اجناب الملعب. يعني شفنا المره اللي فاتت كان مصطفى محمد بينزل مع حمدي فتحي ومع احمد فتوح عشان يقدروا يلموا ورا جونا صار ورا اسماعيل صار. اسماعيل صار وجونا صار المباراه اللي فاتت انا كنت في الاستاد، الحمل كان على احمد فتوح تقيل جدا جدا. اسماعيل صار لعيب مرعب، يعني احنا قفلنا على مانينا حتى، ولكن شفنا الناحيه اليمين اسماعيل صار كان عامل ازعاج كبير. هم كانوا مركزين على الناحيه اليمين قوي في الاول، لان هو عارف ان هو هيمسك مانيه، فهو حاول يعمل كله الثانيه. وشفنا بقى مصطفى محمد بيقوم بادوار هجوم، يعني ادوار دفاعيه، ودي كانت بتاثر عليه بشكل كبير جدا. ولو تفتكر يا امير، ناس كانت بتهاجم مروان محسن علشان خاطر لما كان بيلعب مع كوبر. اي فيرود هيلعب في الفتره دي مع منتخب مصر مش هتشوف منه افضل حاجه دفاعيه. هي النقطه بس طبعا مش هتشوف منه احراز اهداف كتير، لان هو بيعتمد اكتر على ان هو بيحاول يسند دفاعيا. ولكن مصطفى محمد المباراه اللي فاتت ما كانش مركز بشكل كبير جدا، عمل ثلاث نقطه في موضوع مصطفى محمد يا محمود. لو تسمح لي في موضوع مصطفى محمد، النقطة أنا اختلافي الوحيد في قصة مصطفى لعيب جامد جدا جدا ولعيب تقيل جدا كمهاجم، لكن النقطة بالنسبة لي إن لما الكرة بتكون معاه مش بيتصرف فيها بالشكل المظبوط، وده أمر غير متوقع من مهاجم مميز زي مصطفى محمد، بننتظر منه المزيد. لكن الواجبات الدفاعية اللي ممكن يكون بياخدها من المدير الفني سواء في بطولة الأمم الأفريقية اللي فاتت أو حتى في مباراة السنغال وكلام من ده، حاجة تقدر جدا وحاجة لازم نشيد بيها إن هو بيقوم بيها بدور كويس قوي. لكن هي النقطة إزاي تتصرف في الكرة وهي معاك، هي دي اللي ناقصة مصطفى محمد بس في الأسلوب ده يعني. ويمكن زي ما انت بتقول يا امير، شفنا عمر مرموش لما نزل اخر 12 دقيقه بالظبط، الثلاث كور اللي جوله قدر ان هو يسيطر على الكوره، يحط الكوره تحت رجله ويخد فاول في واحده، وقدر ان هو يطلع احمد فتوح في واحده. فلا اكيد انا عارفين كلنا مصطفى محمد فيرود من افضل طبعًا اخر السنين، ولكن مصطفى محمد انا شايف ان هو يعني بيبقى مرهق جدا بدنيا بسبب الادوار الدفاعيه الكبيره اللي بيبقى كيروش مصمم ان هو يديهاله. ولكن يعني نقدر نقول ان مصطفى محمد مميزاته في الكور العاليه والكور العرضيه، مصطفى محمد على الارض مش قوي زيه في الكور العاليه، فهي ممكن تكون دي المشكله. ولكن في المباراه اللي زي دي يا امير، مهم جدا 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 ان انت تعرف امتى تعمل فاول، مهم جدا ان انت تعرف امتى تعمل فاول تكتيكي، مهم جدا ان انت تمتص حماس الجمهور، مهم جدا ان انت الكوره لما تبقى معانا، لان احنا معرضين ان احنا يبقى الضغط علينا عالي جدا. مهم جدا دور اللعيبه الكبيره، بنشوف محمد صلاح بيبقى مضغوط عليه بثلاثه واربعه، ياخد الكره تحت رجله ويفضل يحجز لحد ما ياخد فاول او يطلع بالكره يسلم لعمر جابر او يسلم لحد من نص الملعب. طيب، النقط دي يا امير ممكن ما تكونش الناس شايفاها مش مهمه، ولكن يعني مثلا حاجات صغيره بتاعت لعيبه كوره، يعني
الكره بتطلع اوت عقبال ما تروح تجيب الكره، لا تجيبها بالراحه وتمتص الحماس وتمتص الدنيا. لو في لعيب وقع في اول، لو لقيت الدنيا جامده والدنيا في ضغط عالي لازم اللعيبه تقع، الشناوي يقع، الحاجات الصغيره دي احنا دايما كنا بنتميز بيها شمال افريقيا عن كل افريقيا بسبب الحاجات دي، ساعه كوره من الاخر. فالتفاصيل الصغيره دي مهمه جدا. مهمه اكيد. طيب انا عايز اسالك في احتماليه الدفع بعمر مرموش على حساب مصطفى محمد. هل تواجد مصطفى محمد يعني ان احنا هنلعب على الكرات الطوليه لمحاوله استغلال اجاده مصطفى اللعب في الكرات الهوائيه، وبالتالي يقدر ان هو يسند الكوره مثلا لصلاح او لتريزيجيه، او لو لعب مرموش فبالتالي اسلوب اللعب ممكن يكون متغير ويكون على الارض وتستغل السرعات بتاعه مرموش مع صلاح برضو وتريزيجيه يبقى افضل؟ وعايزك تتخيل معايا كده جزئيه ثانيه برضو عايز اتكلم فيها معاك، وهي احتماليه، هو دي مش معلومه بس يعني تخيل، احتماليه مشاركه افشه على حساب مصطفى محمد وان احنا نلعب من غير مهاجمين مثلا عشان تحاول تزود عدد اللاعبين في نص الملعب. بص انا مبدئيا امير شايف ان هو هيلعب بطريقته زي ما هو، مش هيغير اي حاجه في التشكيل 4 3 3، مش هيلاعب عمر مرموش دلوقتي خالص كفيرود. انا يعني هي اراء، لكن انا شايف ان هو هيلعب زي ما هو مصطفى محمد، لان مصطفى محمد هو اللعيب الوحيد اللي هو عاوز يسند عليه، بيلعب الكره عاليه بحيث مصطفى محمد يطلع كمحطه ويسند الكره على صلاح او على تريزيجيه، ويمكن دي الجمله اللي ما شفناش غيرها في كاس الامم الافريقيه، تمام. ولكن في هنا مشكله كبيره جدا. ارقام مصطفى محمد في مباراه السنغال في نهائي الكاف، وارقام مصطفى محمد في المباراه اللي فاتت، مصطفى محمد ما خدش غير كوره واحده عاليه المباراه اللي فاتت، وفي ماتش النهائي ما خدش غير 3 كور من اصل 10 كور. فدي مشكله كبيره جدا، انت بتلعب واحد زي كوليبالي وكمان ديالو وحتى كمان ابو سيسي، ناس اقوياء جدا في الكوره عاليه، فدي المشكله اللي ممكن تقابلنا لو ان احنا نعتمد على مصطفى محمد ان هو ياخد الكوره عاليه. ولكن اعتقد ان هو هيلاعب مصطفى محمد على قد ما يقدر، وهينزل عمر مرموش، لان عمر مرموش لما نزل في الشوط الثاني في المساحات دي لعيب اسرع من مصطفى محمد، لعيب عنده دريبل اكتر، لعيب لما تديله المساحه يقدر يزق الكوره ويجري ويروح يعدي، مصطفى محمد ما عندوش دي. فانا شايف ان هو ممكن يسيب عمر مرموش في الشوط الثاني لو ان شاء الله باذن الله النتيجه فضلت زي ما هي 0-0، عمر مرموش اكيد هيكون ليه دور كبير جدا. ولكن وزيزو كمان لازم يكون ليه دور في الماتش ده بصراحه. زيزو لعيب هايل، زيزو لعيب هايل، زيزو في المساحات دي انا اعتقد ان كروش هيبقى قاعد مستني السنغال تفتح علشان خاطر تفتح خطوطها اكتر وتاخد ريسك اكتر وعشان تحرز هدف التعادل. فاعتقد ان دور زيزو هيبقى مهم جدا، ودور عمر مرموش هيبقى مهم جدا. انت بتكلمني على قفشه، انا شايف لا، هو ما ينزلش قفشه من غير مصطفى محمد، لا مصطفى محمد لازم يلعب زي ما هو. لكن قفشه هو اللعيب الوحيد اللي في منتخب مصر قادر على الربط بين التلت الدفاعي والتلت الهجومي، هو اللعيب الوحيد اللي يقدر يطلع بيك من حاله الدفاع لحاله الهجوم، هو اللعيب الوحيد اللي عنده فيجن، هو اللعيب الوحيد اللي يقدر يعمل اللونج باس ويعمل الشورت باس ويعمل الثرو باس بمنتهى الـ يعني الامكانيات الكبيره بتاعه قفشه. ولكن شفنا مشكله كانت في المشكله كانت في المباراه اللي فاتت يا امير، ان احنا ما عندناش حسام غالي، ما عندناش حسني عبد ربه، ما عندناش دي اسماء كبيره دي قوي يا محمود، النجوم كانوا كبار جدا، اكيد نتمنى ان يكون عندنا لعيبه زيهم خلال الفتره اللي جايه. انا بشكرك جدا يا محمود بصراحه، استمتعنا جدا يعني بالجانب التحليلي بتاعك وتحليلك لمباراه الذهاب وتوقعك لمباراه الاياب كمان، واكيد بنشكرك شكرا جزيلا الصديق العزيز والاستاذ محمود شاكر محلل الاداء المميز في الحقيقه كان معنا.